كيف يتم عمل المخططات. مخطط، طبعا هذا درس كامل في الكتاب الأكسل في الرابع. يا أستاذ هذا اللي سويته أنت، زي ما الذي هنا معنا التعليم والدعم. بالضبط. ضغط على حاجة يروح مثلا يقول. بالضبط. نقول لك إياها. نقول أنا ده. طيب أنا عاد أسوي الآن إدراج مخطط دائري ثلاثي الأبعاد. أشي أعرفكم على الكهرباء في مجموعة من المدن والعواصم. شوفوا الدالي الأكسل من أجل دخل بيانات. الطاقة الكهربائية الموضوع حقي، الطاقة الكهربائية. شوف الآن أنا أتغير هنا ولا لا؟ أتغير. الطاقة. أين التايا طيب؟ أشي أتعرف على الطاقة الكهربائية في أرض السوماء. في اليمن، في مديرية قطر، في الحرم المكي. تعرفوا ان الطاقة الكهربائية في ارض السوماء اللي جنبنا 18000 ميجاوات. تعرفوا ان الطاقة الكهربائية في اليمن ايام ما كان به كهرباء، ايام زمان هذيك الكهرباء كانت مسرجة، كانت 750 ميجاوات. تعرفوا ان مديرية قطر اللي حارتنا سعها 3 مرات الطاقة الكهربائية فيها 32000 ميجاوات. تعرف ان مكة تعرفوا الحرم المكي بسرعة منه 50 الطاقة الكهربائية فيه 5800 ميجاوات. يعني اكثر من صناعكم. طيب انا فقط دخلت البيانات. المخطط هذا عاملهم عاملة الصورة من حيث التنسيق، اخليه امام الناس من حيث اقدر افعل له استدارة ثلاثية الابعاد بحيث يظهر لي اليمن اول واحد اللي باللون الاحمر هذا، ها، واقدر اعمل له استدارة بالمحور السيني بهذا الشكل. اش يظهر النسب المئوية عليه في تخطيط معك 3 حاجات، العنوان، هذا العنوان، وسيلة الايضاح اقدر اظهرها في الاسفل بصير من ظهرت لي. ايضا التسميات، ادخل خيارات التسميات الاضافية واظهرها وينه، اظهر القيمة، مش القيمة، النسبة المئوية، بس تظهر لي في نهاية خارجية يعني خارج المخطط. عاد اسوي سمارت ارت. كلمة سمارت ارت معناها اشكال ذكية او فنون ذكية او ما اليه. لاحظوا انا عاد عملنا نوعين من سمارت ارت. يحيى والعزي، خليكم متابعين ادراج سمارت ارت. النوع الاول عاد اسويه قائمة صور متصلة. هانا تضيف الصورة اللي تشي تتكلم عنها. بالضبط. مثلا هذا الكوان من الحيوانات النادرة في اليمن. في اليمن. اضيف النوع الثاني. لا في حيوانات. بطاريق نادرة من اليمن، يعني خرابين لدرجتها من اليمن. الصورة الثالثة من الجبال اليمنية الشهيرة. من الجبال اليمنية الشهيرة. طيب هذا سمارت ارت، عامله معاملة الصورة في البداية من حيث اللون او اي لون ثاني تشي. لحظة خلونا نكمل. من حيث الشكل شي ثلاثة الابعاد، الان هذا ثلاثة ابعاد بصير كيف يظهر، او من حيث اخليه بهذا الشكل. طيب اش اضيف واحد جديد جنبهن، هذا الشكل والبطاريق، تصير له اضافة شكل وعن اضافة له شكل جديد، تفعل فيها اللي تشي من شكل. والعدد اللي وانا محدد ولا لا؟ وانت ايش محدد؟ ايوه ضروري تحدد على الشكل اللي انت فيه. ايضا اقدر اغير الالوان تبعهم بحيث يكون بهذا اللون. تمام، هذا النوع الاول. النوع الثاني عاد اضيف شكل من اكثر الاشكال شهرة في الورد، سمارت ارت. اروح الان اختار هيكلي اول شكل. ادي لكم معلومات على مديريات امانة العاصمة. هانا امانة العاصمة، هذا مشيش حدد عليه وعمل ديليت. بالطرف. طيب هانا المديريات، مديريات صنعاء القدس. وهانا مديرية شعوب
مديرية معي. هذا نفس الشكا، اضغط على هذا وقول إضافة شكل قبل، إضافة شكل قبل أيضا، إضافة شكل قبل. خلوني أكمل. طيب هنا مديرية السبعي، السبعي، وها هنا مديرية الوحدة الثورة، وهنا مديرية الثورة. أنا عاد أركز على السبعي. الشيء يضيف لها أشكال تحتها، إضافة شكل لأسفل، أرجع للسبعين، إضافة شكل لافين لأسفل. معي مديرية السبعين، الشيء أعرف مدارس البني، والشيء أعرف مدارس البنات. أروح للبني، إضافة شكل لأسفل، ملاحظين؟ أيضا إضافة شكل لأسفل، وهكذا. الآن أروح أشوف التنسيق تبعه، أختار الألوان وليكن هذا اللون، أختار النمط وليكن ثلاثي الأبعاد. هذا ثلاثي أبعاد، شيء ثلاثي أبعاد أشكال مختلفة، لاحظوهن. أنت شوف الشكل الذي يناسبك وفعلته. أنا عاد أفعل زي حل. أنا مثلا الشيء ألون هذا، حدد عليه يصير عمل له تنسيقه تعبئته بلون أحمر. أشوفكم تجربوهن، لأنه هذا الجزء قبل الأخير، باقي حاجة بسيطة بس وانتهى الدرس. لا كنترول الاند وانتقل صفحة جديدة. الصفحة الأخيرة هذا اللي عاد أفعل فيها، عاد أتكلم عن المعادلات ومن والرموز. إذا أنت شي تعمل معادلة، تعال اختار اي شكل او عمل ادراج معادلة جديدة. اكتب المعادلة حقك يا شباب. اشتي جذر، اختار الجذر. شي جذر اس ولا ماشي؟ انا عاد اختار جذر واكتب الاس، اكبرها شوي على ما تستضوء. الاس الثالث او الرابع. هنا اشتي بسط مقام، هذا البسط والمقام في هذا المكان. اشتي عمل لي تكامل، تصير لعند التكامل، تقول له ادي لي تكامل بهذا الشكل. تكامل ثلاثة. هنا يا شباب الشي أس كيف على؟ تروح لعند الكسر، عفوا الشي كسر. الجذر الثالث لخمسة وعشرين على خمسة دي اكس، تمام. تغير اللغة وتكتب دي اكس على خمسة وعشرين. يعني هذا بالانجليزي هكذا، يعني دالسي. طيب هانا اشتي اتكلم عن اشتي اتكلم في هذه الجزئية عن الرموز. ادراج شي رمز، هذا رمز اليورو، تشي رمز اخر مختلف دولار. طيب نجرب كلهن. هانا الرمز تبع العلامة المسجلة، وهذا رمز تبع هذا الوجه المبتسم، هذا الرمز كوبي رايت، الحقوق محفوظة. أنا مش شر الرموز هذا، أشتي أكتب صورة الصمد زي ما هي في القرآن. صورة الصمد كله الله واحد، أيوة. تسير للرموز، تدخل المزيد من الرموز. طيب في الخط اللي هو رقم اللي مكتوب فيه إي جي أرابيك سيكونس، هذا هو. هنا جميع الرموز العربية والإسلامية. بدل ما تتعب نفسك ليش ما تعمل اختصارات؟ مثلا بسم الله فعل اختصار كنترول مع رقم واحد تعيين. الان كل ما كنت ضغط كنترول واحد ما عدي لي بسم الله بالضبط. القوس الايسر اختصاره كنترول اثنين تعيين. القوس الايمن اختصاره كنترول ثلاثه تعيين. عندنا شيء صدق الله العظيم موجوده في الاسفل، لفظ الجلاله اخر واحد تحتها، اعمل لها اختصار كنترول اربعه تعيين. الآن لاحظوا الوجه ضغط كنترول واحد ما عدي لي بسم الله. طيب أجي أكتب قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، كنترول اثنين كنترول ثلاثة، وفي الوسط أضيف رقم الآية اللي هي كم؟ واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، كنترول ثلاثة كنترول اثنين، وفي الوسط أيضا رقم الآية اثنين، الله الصمد لم يلد ولم يولد.
اختصاراتهم واضيف رقم الآية 3. ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفوا احد. يا شباب ايش الخط اللي موجود في القرآن؟ الكوفي. ما قد شفناش من قبل خط الكوفي احنا ولا قد استخدمناه. انا استخدم الحين كنترول 4 صدق الله العظيم. بسم الله وصدق الله العظيم. اكبر خطهم شويه. كنترول حرف الدال كبر. بينما هذا النص اصغر شويه واخلي خط كوفي كما يلي. طبعا هذا النص كامل ادخليه في الوسط، والخط هذا اخليه الخط الكوفي. نوع الخط اسير لعند خط الكوفي، انتم عارفين اسمه مونوتايب. مونوتايب كوفي. طبعا هذا كله كوفي. مثلا هذا الخط، بس هذا مش كوفي، يعني الكوفي المستخدم في القرآن اسمه مونوتايب كوفي. شوفوا عند حرف الام. ايوه مونو. شوف هذا مونوتايب اي كوفي. ماشي هذا. يا اخي والله احفظك. انا ما اتحدى. المهم كوفي. تاكو في عنه.